المشاهدون الكرام، هذه كانت تقاسيم قليلة على مقام الهزام، وحقيقة راح نشرح مقام الهزام من أوكتافين وهو راح يكون على الشكل الآتي. مقام الهزام أولا للمقامات الفرعية في الموسيقى العربية بشكل عام، الموسيقى الشرقية، وهو يأتي من مقام المقام الأساسي والمقام السيكا نفس الوقت، لأنه يشترك بالجنس الأول مع المقام السيكا والجنس الثاني يختلف، فلذلك يسمى فرعا من أو فرع من مقام السيكا. مقام الهزام يبنى على درجة المي، وإذا انتقل إلى غير درجة مثل مقامة عفوا مثل علامة السي نص بيمول مول مي نص بيمول يكون يعطوه اسم آخر، ولكن حقيقة المسافات ما تغير، فهو يبنى على درجة المي نص بيمول. مي أصبع أول على الوتر الثالث، والفاء الأصبع الثالث على الوتر الثالث، والصول الرابع مطلق وترا، والأصبع الأول على الأصبع الوتر الرابع يكون لا بيمول، والرابع على الوتر الرابع يكون السي طبيعي، والدو الوتر الخامس مطلق، والري الأصبع الثاني على الوتر الخامس، والمي نص بيمول يكون هنا الأوكتاف الثاني بدأ، فمي نص بيمول وري دو سي طبيعي لا بيمول صول فا مي مي فا صول سي دو ري. نشرح الأوكتاف الثاني، الأوكتاف الثاني للمتقدمين طبعا، لأنه بي بوتيونات وبي تحويل، فيكون هكذا الأصبع الثالث على الوتر أو بعض الأحيان الأصبع الرابع، بس هنا بهالبوزيشن يكون الأصبع الثالث على الوتر الرابع من نص بيمول، والفاء الوتر السادس مطلق، والأصبع الأول على الوتر السادس يكون صول، وجنب لا الأصبع الثاني على الوتر السادس، بعدين نصير تحويل بوزيشن سي بيمول، وبعدين بالأول وبالثاني يكون أيضا السي بيمول أيضا بالأول، والدو بالأول أيضا، بعدين يكون الري، وبعدين وإذا تلاحظون المي نص بيمول هو بالأصبع الرابع، إذا تشوفونه يعني يصير مي ري دو سي لا صول فا، ويكون هذه واحدة من الدولابات لمقام الهزام على درجة المي.